انا بغاني عارف مدير مركز اجيال وحده شان الثقافه والمواطنه. اذا في اي اطار اليوم اللقاء ديالكم بالخزانه الوسائطيه بالمحمديه؟ هذا اللقاء اللي كينظمو مركز اجيال وحده شان الثقافه والمواطنه يندرج في اطار الاستجابه اولا للنداء الذي وجهته منظمه اليونسكو بالاحتفال باليوم العالمي للشعر، ويندرج ايضا في اطار البرنامج الثقافي العادي لمركز اجيال وحده شان الثقافه والمواطنه، وهو برنامج يتنوع ويحاول ان يواكب المناسبات الثقافية مثل اليوم المسرح، الكتاب، الشعر، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للشعر إيمانا منا بأن للشعر في هذا العالم الذي يهدده اليوم، تهدده كثير من الأشياء التي نعتبر أنها يمكن أن تلغي إنسانية الإنسان من حروب، من إرهاب، من إقصاء، من تعصب، من أنانية إلى آخره، نعتبر أن الشعر يمكن أن يعيد للإنسان إنسانيته. وعندما نحتفل اليوم بالشعر فإننا أيضا نريد أن نقول للجميع بأن قراءة الشعر يمكن أن تعطي للإنسان بعدا آخر، بعدا وجدانيا، بعدا إنسانيا، لأنه لا يمكن أن نعيش فقط بالطعام، لا يمكن أن نعيش فقط بالأموال، وإنما يمكن أن نعيش أيضا بالوجدان، وكلما كان وجداننا قويا كلما كنا في موقع التأثير، كلما كنا في موقع الإنتاج والإبداع. وأعتقد بأن الشعر كان وما يزال وسيظل دائما وسيلة من وسائل إغناء شخصية الإنسان وإعطائها أبعادا قوية وأبعادا إيجابية ككل. شكرا. حكيم عامر. إذن في أي إطار اليوم هذا النشاط؟ مركز أجيال نظم لقاء شعري بمناسبة اليوم العالمي للشعر اللي هو 21 مارس، وجاء هذا اللقاء على غرار هذا الاحتفال هذا، وكان لقاء جد جميل وساحر وممتع. نبغيو نعرفوا كيف هو حال الشعر بالمغرب في ظل عالم الانترنت؟ حال الشعر كحال باقي الأجناس الأدبية، ففي الحقيقة الشعر إذا كان فعلا يفرض نفسه في وضعنا الثقافي المغربي فأكيد سيكون له وجود، طالما أن كان إذا كان الرمز له قوة، وإذا كان للكلمة سحرها، وإذا كان للمعنى يعني وجودا حقيقيا، فإن فعلا الشعر المغربي سيكون فعلا بخير. لكن طالما أننا لا نكتب بالشكل الجيد ولا نقدم شعرنا بالشكل الجيد فإن أكيد ستكتسح الرداءة المشهد الثقافي، وسوف لن تكون للكلمة الشعرية وقعها الحقيقي. هل لك أن تتحفي مشاهدي محمديه بريس ببيتين شعريين؟ طبعا، لما لا. أقول في مقطع من قصيدة بوح امرأة: امرأة يخرج من ثوبها الممزق جسد يكسوه العراء، طفلة هي بين سراديب الموت، والحقيقة فإن بدماء عربية بألم مهجور. أي هذا الغياب يسكنك حبيبتي، أي هذا الغياب يسكنك حبيبتي، لا شيء يجعلك ترقصين إلا الألم والعدم. أنا الجريحة أشدو بلحن الحزين، أنا الحقيقة أستشعرك يا لحن الحزين، أنا المنفية، أنا المرثية، أنا الملغية، أنا الثائرة، أنا الشاعرة، على جفوني تحترق أيام السنين. مصطفى ملاح، شاعر طبعا. كيف هي المشاركة ديالكم وكيف جاكم هذا اللقاء اليوم؟ بالطبع هو أحيانا الإنسان يعيش عزلة مستديمة، وذلك بفعل الإكراهات الحياة اليومية، فهذا الشعر هو أفق ينفتح من أجل أن نتواصل مع بعضنا البعض، وأن نفجر طاقاتنا الشعرية، وأن نحاول أيضا أن نحتفل بالشعر في هذا اليوم العالمي للشعر، من أجل أن نكرس أو أن يعني نكرس ثقافة الشعر وثقافة القراءة طبعا. كيف هو حال الشعر بالمغرب في ظل زمن الانترنت؟
هو بطبيعة الحال الآن في عصر العولمة وعصر الوسائل الإلكترونية المتطورة يبدو أن الشعر يتراجع بشكل خطير جدا، وهذا يجرح الحواس ويؤلم كثيرا. ولكن على كل حال ما زال هناك مجموعة من الأصدقاء الطيبين الذين رغم كل هذه العراقيل وهذه المثبطات يسعون بحماس وبإصرار وبمحبة إلى أن يعني يكرسوا ثقافة الشعر، أن يجعلوا من الشعر يعني إحساسا دائما ومستديما ومحملا بالحمولة الثقافية من أجل أن يصير العالم أجمل، لأن العالم لا يمكن أن يستمر وأن يتواصل بدون أن نطلق أسراب القصيدة. من الشعر هو المقابل للخير وللسعادة وللأمل وللفرح ولكل الأشياء المشرقة. هل لك أن تجود على مشاهدي محمد يابريس ببيتين شعريين؟ بيتان شعريان نعم طبعا، أنا ذاكرتي مسقوبة في الحقيقة، سأحاول. منذ 20 عاما وأنا أفتش ذاكرتي كي أطلق الحواس، منذ 20 عاما وأنا أفتش هذا العالم كي أعري ظلمته وأطلق أسراب الفرحة والأمل. هذا غير مرتجل. جميل. عبد الهادي الفحيلي قص وروائي يعني كاتب. إذن مشرفين بك، كيفاش اللقاء اليوم؟ يعني مركز أجيال 21 لا ينتظر منا إلا أن نتمم هذه الخطوة الجريئة في زمان لم يعد يعترف ولا يؤمن بشيء اسمه الجمال. الجمال هو نسخ الوجود وهو سر الإنسان. الإنسان كائن لا يمكن أن يعيش فقط بالمادة ولا بالجسم فقط، بل هو كائن له روح، وعندما يغيب الجمال ويغيب الشعر تغيب الحياة ويغيب الإنسان. إذن أنتم كشاعر وروائي كيف تشوفوا الشعر والرواية بالمغرب في ظل الإنترنت؟ في الحقيقة الآن الأنترنت أفسح المجال للعديد من الأصوات التي كانت مغبونة في السابق والتي لم تكن تجد منبرا لها لكي تبرز إلى الوجود ولكي تتواصل مع المتلقين بشكل مباشر. الأنترنت أتاح هذه الفرصة، وهذه من نعم الأنترنت. في كل زمان هناك مستويات للإبداع، حتى في العصر الجاهلي الناقد قدامة بن جعفر الذي ألف طبقة فحول الشعراء كان قد صنف الشعراء إلى عدة طبقات، من طبقة الفطاحلة، طبقة الوسطى، ثم الطبقة الضعيفة. وهذا في كل زمان، يعني المستويات لا تتقارب كثيرا لأن من طبيعة الإنسان فهناك ما هو جيد، ما هو متوسط، وهو ما رديء. ولكن الأهم من هذه الأشياء من هذا كله هو أن نتيح الفرصة لأي كان كي يعبر عن ذاته، والتاريخ كفيل بغربلة الجيد من الرديء. هل من بيتين شعريين؟ أقول كما قال أوردد كما قال أدونيس: حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار، ما الدم الضارب في الرمل وما هذا الأفول. بشاعرية شاعراتها الذين واللواتي كل واحد يعني قد دل بدلوه في المسألة، لكنني سأسأل كل واحد منهم وأتمنى أن تحلهم كلمة للإجابة عن هذا التساؤل، أو أنني يحل حداثتي قد تركت فشوة من هؤلاء لما يعني ما يسمى بالعتب داخل القصيدة الشعرية. لا أدري إن كانت سلبية أم إيجابية، ينطلقون من منطلق الماضي في عدم الرؤية الحقيقية للقصيدة الشعرية، إن كانت بالقصيدة العامية أو قصيدة القصيدة وما تسمى به الرسمية، كأنه يشوب هناك عتب لعدم الوضوح وعدم الرؤية للمتلقي على هذه القصيدة، يعني كانت شعرية أو رسمية. وكل شاعر ربما كانت لنا الحظوة نتلاقى في كثير من البلدان الأشقاء خاصة العربية،
كل شاعر يركب او يمتطي جودة او يمتطي ظهر جواله في القصيدة.